الله وبركاته. يونسكو تنكس أعلامها حداداً على سمو أمير الكويت الراحل. نكست منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو اليوم الأربعاء أعلامها حداداً على صاحب السمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وأعربت المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو خلال اتصال هاتفي مع مندوب دولة الكويت الدائم لدى المنظمة الدكتور آدم الملا عن بالغ الحزن لوفاة رجل الحكمة والتسامح والسلام. وقالت أزولاي أن العالم فقد زعيما حكيما كرس حياته لخدمة الإنسانية. وأضافت أن سمو الأمير الراحل كان ملتزما إلى حد كبير بالعمل إلى جانب منظمة يونسكو لتحقيق أهدافها السامية. ربنا يرحمه يا رب.